صابر محمد الاول على دفعه ESLSCA مارش 2017. انا في البدايه طبعا يعني احب الواحد يبدي افتخار ان هو ربنا كرمه وحصل على شهاده غاليه زي دي. الشهاده دي طبعا لها اكتر من شق. الشق الاولاني ان هي بتزود الاكسبيرينس بتاعتنا والخبره بتاعتنا، تمام؟ ده الشيء اللي يقدر يأد فاليو للماركت بره، تمام؟ كبيئه صغيره، وبعد كده يقدر يضيف بعد كده للبيئه الكبيره في الاقتصاد المصري، بعد كده يقدر يضيف لبيئه اكتر لاولادنا، وازاي الناس اللي بعد كده هتيجي تقدر ايه تقدر تستفيد مننا ونوجههم افضل واسرع، على عكس احنا ما بدناش حد يوجهنا الى بعد سن متقدمه متاخر، او حد يقول لنا انتوا افضل في كذا ومش افضل في كذا. طبعا ده بيرفع ده بيزود الكواليفيكيشن للماركتس وبيزود كواليفايرز وبيرفع الكومبيتيشن في الماركت ويخلي كل الكلام ده في صالح هيلثي لكل الانفايرمنت سواء المايكرو انفايرمنت والمايكرو انفايرمنت. في الاخر طبعا احب اهني كل زمايلي، بحب يعني انا اول مره شفت اصحابي يعني حسن شفتهم من زمان والف شكر والله. احمد سمير عبد الحكيم، انا الثاني على الدفعه الحمد لله. انا احب اشكر ESLSCA في الاول يعني على الفتره اللي فاتت دي، الفتره كانت مفيده جدا في حياتي سواء على المستوى المهني او المستوى الاكاديمي. ان شاء الله نكونتينيو فيردر اكاديميك ستيبس باذن الله الفتره الجايه. الحقيقه سنتين كانت ممتعين جدا، كان مشوار كان ممتع جدا الفتره اللي فاتت دي. خلال السنتين دول اتعلمنا فيها حاجات كتير، وهي بدايه التعلم مش النهايه، احنا بدانا على الطريق. احب طبعا اكد ان اللي احنا الفتره اللي فاتت دي ESLSCA الاضافه كانت كبيره قوي اللي استفدناها من الاساتذه سواء على المستوى الاكاديمي او المستوى العملي كمان البراكتيكال والاكاديميك. ان شاء الله هوبفول زي ما قلت ان احنا نكمل ان شاء الله مع الفترات الجايه والخطوات الجايه ان شاء الله في مسيرتنا الاكاديميه باذن الله. احب اشكر كل زمايلي اللي كانوا موجودين معانا الفتره اللي فاتت ديت، واحب اشكر كل الموظفين اللي ساعدونا وتشكر ليكم جدا. انا احمد الوكيل الثالث على الدفعه. مبدئيا حابب اشكر ESLSCA، و يعني من سنتين فاتوا كان حاسس المشوار طويل جدا والموضوع هيبقى طويل وصعب، لكن لقيت الوقت فعلا عدى بسرعه. و يعني كان في وقت طبعا اوقات صعبه وفي اوقات كانت جميله مع زمايلنا، اتعلمت كتير. دي بدايه يعني تيرنينج بوينت في حياتنا، بعدها ان شاء الله نقدر ان احنا نكون يعني اكثر درايه بالقياده وبالمانجمنت والليدرشيب لتؤهلنا ان احنا ناخد مناصب اعلى ان شاء الله، وتخلينا نقدر ان احنا نخدم يعني المجتمع بتاعنا ونخدم البلد ان شاء الله. انا علي محمد عصام بديوي الرابع على الدفعه. انا اول حاجه طبعا لازم اقول ان انا طبعا لازم اشكر ESLSCA وكل الدكاتره اللي علمونا اليوم الفضل علينا. طبعا كل دكتور اتعلمت منه حاجه طبعا، بس كلهم بالاكسبيرينس بتاعتهم كان ليهم الفضل عليا. ومن الحاجات المهمه طبعا انا بشجع اي حد ما عملش الام بي اي اللي هو يبتدي ياخد الستاب دي. الستاب دي مهمه جدا في حياتنا وفادتني جدا في الشغل بتاعي. والميزه في الام بي اي اللي هو كل الستودنتس اللي موجودين كل في دايفرسيفيكيشن لكل واحد بيشتغل عنده الاكسبيرينس بتاعته، فيبقى في شير اوف اكسبيرينس ما بين كل الستودنت وبعض. ودي من الحاجات المهمه جدا انا استفدتها في ESLSCA، اللي فيه الدكاتره وفي المهندسين ويعني في كذا كذا واحد عنده الاكسبيرينس بتاعته ونقدر نعمل شيرنج مع بعض، وده فادتني جدا في ESLSCA. وبشجع كل الناس طبعا ان هم يبتدوا ياخدوا الستاب دي، ما يقولش لا ده لسه قدامنا شويه، لا دي لا خد الستاب وابتدي اعمل الام بي اي. وبعد ان شاء الله بعد كده انا يعني ان شاء الله هعمل الدي بي اي، وربنا يسهل يعني كل الناس يستفيدوا ويخشوا الستاب. ريم عسقول الخامس على الدفعه. حقيقي قبل كل شيء اشكر ربنا على الوضع اللي انا فيه، يعني ان هو يعني ألهم الواحد النجاح وأعطاله الثقة في النفس إن هو يقدر يكمل خلال سنتين من الشغل المتواصل والعمل إن الواحد يقدر يحصل على هذا النجاح. أحب أشكر برضو زوجتي وأولادي، تابوا معايا كتير وعانوا معايا كتير السنتين دول. وأحب أشكر والدتي ووالدي، ليهم فضل عليا في حاجات كتير جدا بعد ربنا. ما اقدرش انسى ابدا الستاف في ESLSCA. حقيقي الشيء المميز في ESLSCA يمكن عن جامعات تانية ان الناس الستاف اللي بيشرح الماتيريالز بيشرحها بباشن شويه، وبيبقى بيشير من الاكسبيرينس العمليه من الحياه العمليه، مواقف وكيس ستاديز من حاجات حصلت في الحياه العمليه، فده بيخلي الواحد يجين الاكسبيرينس بتاعت البراكتس مع النولج الاثنين مع بعض، مش بس نولج نظري. الواحد استفاد حقيقي في ESLSCA كتير، واستفاد من الزملاء انه شاف مجالات كتير، مجالات بزنس لاينز كتيره،
وتستفاد من الناس اللي حواليك كتير. اتمنى التوفيق للناس كلها في مستقبلها وفي خطواتها الجايه بعد الام بي اي، والف مبروك للجميع. انا هيثم غنيم سبلاي تشين مانجر السادس على الدفعه. الحمد لله اللي انا وصلت لمرحله زي ديت، بالرغم ان كنت اخد سيرتيفايد في حاجات بره في سبلاي تشين اتش ار من اكتر من حاجه بره مصر، لكن كان دايما تنقصني ان انا اخد ام بي اي ديجري، وكانت اقرب حاجه بالنسبه لي واكتر فاليو ليا كانت ان انا اخدها هنا من اسلسكا. صراحه فادتني كتير جدا، قدرت ان انا ادخل ويبقى في اكسبيرينس من ناس كتير، سواء من مجال العمل الخاص او مجال العمل الحكومي، اختلطت بناس كتير كان في جيننج الاكسبيرينس، وفتحت لي صراحه فرص عمل اكتر، فتحت لي ان انا اعمل ابلكيشن لحاجات كتير اتعلمتها ودرستها في الشركه بتاعتي، ودي انا شايفها دي من اكبر فاليو بتبدا تحصل ان انا استفيد من MBA واعمل عمليه الابلكيشن. قابلتني صعوبات كتيره، يمكن بالاخص انا والدي ووالدتي توفوا خلال عملي الام بي اي، لكن الحمد لله كان عندي موتيفيشن اتقوي ان انا اكمل واوصل للمرحله زي دي دلوقتي، وان شاء الله الفتره الجايه ان انا ادخل في حته الدي بي اي وتبقى بالنسبه اضافه جديده ليا في الكارير الاكاديمي. اسمي هبه مصطفى الزيات من على الدفعه. لو اتكلمت على الاكسبيرينس بتاعتي مع الام بي اي في اسلسكا، طبعا كانت تجربه بالنسبه لي فريده وجديده عمري ما هنساها. اتعلمت حاجات كتير جدا، اتعرفت على ناس كتير، طبعا بشكر كل الاساتذه اللي ساعدوني عشان اوصل النهارده لليوم ده، وبشكر اهلي جدا اللي عملوا لي سبورت جامد جدا في خلال السنتين اللي فاتوا. اسمي كريم الشجيع التاسع على الدفعه. احب اشكر كل الامبلويز والموظفين في اسلسكا والدكاتره والزملاء وتبادل الخبرات الموجوده في اعمالنا باختلاف الاكسبيرينسز والطموحات، واحب اضيف ان الام بي اي من اهم الحاجات والبروجرامز اللي لازم تتعمل، علشان هو ده التحدي في المستقبل، هو العلم وهو هاو تو جين النولج، لان الكيفيه دي في حد ذاتها ده تقدم، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله، ونقاد فاليو للمجتمع لان مصر محتاجانا. انا اسمي محمد علي العاشر على الدفعه. انا عايز اقول ان الام بي اي هي تعب ومشقه يستحقوا ان انت تتعبهم. الام بي اي مش مجرد ثلاث حروف بيتحطوا في سي في، الام بي اي خبره بتتعلمها، تبادل خبرات من الجروب اللي بتبقى معاه، من العلم اللي بتستفيد بيه، من الاكسبيرينس بتاعت الدكاتره ذات نفسهم، كل دوت بيساعدك على انك تكتشف افاق جديده محدش عرف يوصلها لك من قبل ما تاخد التجربه بنفسك. مبسوط ان انا اشتغلت فيها وعملت تاسكات كتير مع الجروبس، ومبسوط اكتر ان انا خلصتها خلال السنتين دول اثناء جوازي واثناء شغلي وسفري ومسؤوليات اسريه، كل دوت ساعد على ان هي تبقى سنتين، في سنتين يعني نادرا ما بتنام فيهم، بس كويس ان هم خلصوا وعدوا على خير، وفي نفس الوقت حققنا كمان نجاح فيهم، فدي حاجه كويسه، واتمنى ان كل الناس ان هي تعملها، مش لمجرد ان هو يبقى معاه ام بي اي، لا لمجرد الاستفاده من الام بي اي اللي من خلالها ان هو بيقدر يغير بكره والمستقبل بتاعه.